بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. هذه الشخصية كما وعدناكم هي شخصية تابعي جليل، واسم هذا التابعي سعيد ابن المسيب. إذا سمعت بهذا الاسم تتذكر العلم، تتذكر العبادة. هذا الرجل 40 سنة، تخيلوا 40 سنة في المدينة ما فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض. إحنا الآن لو نقول حق واحد صلي الفرض 5 صلوات في اليوم في المسجد قد يتثاقلها، تفوت صلاة صلاتين. قل له صل 5 صلوات ما تفوتك تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى في المسجد يكبر اليوم موجود، قد يصعب على كثير من الناس. لو نقول له يومين، 3 أيام، أسبوع، صعب. 40 يوم يبرأ من النفاق ومن النار، قد يصعب على كثير من الناس. كيف ب40 سنة ما كبر الإمام؟ ما كبر إلا وسعيد بن المسيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأن سعيد بن المسيب العلم دخل في صدره وعرف قيمة هذه الصلاة، عمود الإسلام، هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل كثيرا في القرآن، وأخبر أنها سبب الفلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولهذا حافظ عليها. كل الخلفاء يعرفون من سعيد بن المسيب، رجل عالم، رجل زاهد، رجل عابد، رجل قوي. صدق أنه متدين وصاحب علم، لكنه قوي في دين الله جل وعلا. سعيد المسيب كان في زمنه يوم من الأيام الخليفة عبد الملك بن مروان جاي، فإذا به يقول لأحد عماله: اذهب إلى المسجد وانظر، إذا رأيت أحدا من العلماء ائت به أسأله، أريد أحدا يحدثني، وروح جيب لك عالم من المسجد يجيني. فذهب هذا العالم فوجد سعيد بن المسيب جالس وحوله الطلبة والتلاميذ، فأشار إليه من بعيد ولم يلتفت إليه سعيد، يشير له وما يلتفت له. فاقترب هذا الرجل فقال له: أشير إليك ولا ترد علي؟ قال: إن كان عندك شيء فتعال وتكلم. قال: إن الخليفة يريدك. قال: الخليفة إن أرادني يأتي إلي. قال: ويحك، ماذا تقول؟ أقول لك الخليفة يريدك. قال: ما يريد؟ قال: يريد أن يسألك، أن تحدثه. قال: إن أراد العلم فليأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. العلم ما يجيك، لو يبي يجيني أنا. شوف العزة الآن. غضب الرجل، قال: ماذا تقول؟ قال: إن أراد العلم فإن في المجلس في الحلقة متسع، يأتي ويجلس مع الناس. يقول هذا الكلام لمن؟ للخليفة. شوفوا هذا الكلام، أنا ودي هذه الرسالة تصل لبعض الناس الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. شوفوا سعيد المسيب شو يقول. طلع هذا الرجل غاضب، ذهب وين؟ راح حق الخليفة عبد الملك بن مروان. قال: جئت رجلا فقال كذا وكذا وكذا. فقال الخليفة: قال: أظنك لم تأتي إلا سعيد بن المسيب. قال: نعم، إنه سعيد المسيب. قال: ويحك، لما ذهبت إليه؟ ليش رحت عند هذا؟ قال: لم يكن غيره. قال: دعه، الخليفة نفسه يحسب له 1000 حساب. ليش؟ علم في صدره، قوة، مو قضية والله علم أبيع فيه وأشتري أو آكل فيه، لا، هذا العلم تدين به لله عز وجل، وهذا العلم احتسبه عند الله. الخليفة خطب ابنة سعيد المسيب لابنه الوليد ابن عبد الملك، فما رضي. تخيلوا، سعيد المسيب عنده بنت صالحة، أرادها الخليفة لولده فما قبل. شوفوا بعض الناس اليوم اللي زج ببنته زج عند أي واحد، بس علشان اسمه، علشان سمعته، علشان أصله وفصله. لكن سعيد بن المسيب عنده الميزان هو التقوى، وفي قلبه قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عقيدة عند سعيد المسيب أن التقوى هي الميزان، ما في وجاهة ولا في أموال ولا في شيء يميز الإنسان، تقواك. مشت الأمور وسارت حتى جاء يوم من الأيام سعيد بن المسيب كان عنده تلاميذ في الحلقة، طبعا الشيخ والعالم الصالح الذي يهتم بتلاميذه مو بس يدرسون ويمشون، افتقد أحد تلاميذه يوم يومين ما جاء، فلما حضر وجده يتفقده، شوف المعلم مع التلميذ، قال ما بك؟ قال لا شيء. قال غبت عن الحلقة ما شفتك. قال لقد ماتت زوجتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ماتت زوجتك؟ قال نعم. ألك زوجة غيرها؟ قال لا. شاب طالب علم فقير ما عنده شيء. قال تريد أن تتزوج؟ قال ومن يزوجني؟ فلا أملك حتى درهمين، أنا درهمين ما عندي، من يزوجني الحين؟ قال أتريد ابنتي؟ ابنته التي يخطبها الخلفاء لأولادهم. قال أتريد ابنتي؟ الرجل ما صدق. قال يا إمام من يزوجني أنا؟ قال تريد ابنتي؟ قال ومن لا يريد ابنتك يا إمام؟ فقال له أتريدها؟ قال نعم. قال إني زوجتك إياها. قال ماذا؟ قال زوجتك إياها، عندك شيء؟ قال والله ما عندي شيء. فأعطاه سعيد المسيب أموالا، قال هذه مهرها، هذا مهرها، أعطها إياها. فذهب الرجل فرحا سعيدا، مو مصدق أن 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 سعيد زوجه شنو؟ بنته، أغلى فتاة صالحة وجميلة، وبنت من؟ سعيد المسيب. فذهب إلى بيته فرحا مستانس إن سعيد زوج بنته اللي كل يتمناها ويحلم فيها. وهو جالس، كان صايم، وهو جالس قاعد يفكر من وين الآن أصرف عليها، هذه مو أي وحدة، هذه بنت سعيد المسيب. فجالس الآن قاعد يفكر الآن، حاط له الفطور، كان صائم الشاب، مجهز الفطور شنو؟ زيت وخبز بس، هذا فطوره، رجل فقير. طرق الباب رجل، قام هذا يبي يسأل من في الباب؟ قال سعيد. قال وأي سعيد؟ يقول جاء في بالي كل سعيد في المدينة، كل سعيد جاء في بالي إلا سعيد المسيب مستحيل. يقول ففتحت الباب فإذا هو سعيد المسيب، قلت الله أكبر، ما الذي جاء بك؟ كان سعيد المسيب ما يروح مكان، من بيته للمسجد، من المسجد لبيته، أول مرة يجي بيت واحد. قال الله أكبر، ما الذي جاء بك؟ قال علمت أنك رجل وحيد وزوجتك حلال عليك، فما أحببت أن تبيت الليلة بغير زوجة، هذه زوجتك. يقول فجاءني بابنته وأدخلها علي في البيت ومشى. يقول أنا مو مصدق، أنا الآن أراها وكأني لا أراها. يقول فما كلمتها، خرجت من البيت، أسرعت إلى بيت الجارة، أمي عندهم. يقول جئت إلى جارتي وإلى أمي فجلست عندهما وقلت لأمي إن سعيد بن المسيب زوجني بنته. قالت أمي يا بني قل كلاما غير هذا. قال والله زوجني بنته. قالت ومن أنت حتى يزوجك بنته؟ من أنت؟ قال والله زوجني بنته وهي عندي الآن في البيت. قالت أجننت؟ قال تعالي. فجاءت أمه ودخلت البيت وشافت شنو؟ بنت سعيد المسيب. طبعا الأم ما صدقت، بنفس اليوم ويزوجك بنته. فقالت الأم والله حرام عليك أن تمسها 3 أيام، ما تجسها. فأخذتها الأم عندها 3 أيام تجهزها ثم دفعتها إليه. أي أسرة هذه؟ بعد كم يوم يقول هذا الرجل تزوج صهر سعيد المسيب، يقول شفته بعد كم يوم وأنا مستحي أطالعه، مستحي أشوفه. فقال لي كيف صاحبكم؟ الآن سعيد يسأل هذا الرجل كيف صاحبكم، يعني كيف زوجتك؟ قال هي بخير ما تكون عليه. يقول فأخرج لي 1000 درهم وأعطني إياها، قال هذه لك، تقوى بها مع زوجتك، يعني ابدأ حياة جديدة أنت وزوجتك. من يفعلها؟ من يصنعها؟ درهمين مهر ابنته، ويعطي زوج ابنته 1000 درهم، يمنع ابنته عن أبناء الخلفاء ويعطيها رجلا فقيرا، لأن سعيد يهتم لدين ابنته ولخلق ابنته.
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. القضية ليست وجاهة وليست مناصب وليست أموال، بل القضية دين وخلق. هذا الذي فعله التابعي الجليل سعيد ابن مسيب رحمه الله ورضي الله عنه. الحلقة القادمة أيضا عن رجل تابعي اسمه شبيه بهذا التابعي الذي ذكرنا قصته اليوم. له قصة عجيبة مع الحجاج، وكيف واجه الحجاج، وماذا صنع الحجاج به، وماذا فعل الله بالحجاج بعد أن ظلم هذا التابعي. من هذا التابعي وما قصته وما حكايته مع الحجاج؟ سوف نسمعها كلها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية